السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. أنا هو عبد الحق اللي كنت هضرت بزاف فيديوهات، كنت هضرت حسب معاناة ديالي، وهذا كان عندي تريبورتور من نوع ثلاثة دروايد اللي كان هضرت في تطوان في القنوات شوف تي في قناة الشعب. ودابا الحمد لله، اللهم لك الحمد، فضل المحسنين وفضل الناس، كانوا الناس اللي كانوا يتعاونوا معايا وقدموا لي المساعدة وهذا. ودابا الحمد لله قلبت بدات المشروع، هذا المشروع المتواضع البسيط الدراوش. الحمد لله احنا كاملين دراوش، الله يحشرنا مع الدراوش، والحمد لله تعالى عملت هذا المشروع ديال الله، بديت الحمد لله وكنقدم جميع الخدمات، التوصيل، الطلبيات، اي حاجه يعني على مدينه تطوان. ودابا حنا حاليا كنصوروا في مرتين، كنصوروا في مرتين الحمد لله، وكنشكر الناس بزاف اللي قدموا لي المساعده، وقناه شوف تي في قناه الشعب، وكنشكر الناس اللي داخل وخارج ارض الوطن، خوتي المغاربه. انا هو عبد الحق، انا كناكد ونعاود ناكد، انا هو عبد الحق، هضرت في فيديوهات بزاف اللي قبل، كنت يعني عاودت المعاناه ديالي، وكنت تحسب الخدمه، وكنت بزاف د الحوايج. ودابا الحمد لله يعني كنشكر الناس اللي كانوا يعني تبعوني، والناس اللي كانوا قدموا لي يعني بالمساعده بزاف. ودابا الحمد لله انا يلاه بديت وعيطت لقناه شوف تي في قناه الشعب اللي صور معايا هذا الفيديو، هذا اللايف هذا. كنشكرهم بزاف، كنشكر الطاقم ديالهم والمدير التقني ديالهم. و اش غنقول لكم يعني، وكما قلت لكم كنشكر الناس اللي قدموا لي المساعده. ودابا انا يلاه بديت هذا المشروع هذا البسيط الحمد لله. اش غنقول لكم الاخوان، انا ديما خوتي المغاربه اللي كيوقفوا معايا ديما كنشارك معاهم يعني ليستوار ديال الحياه ديالي، وانا القصه ديالي كامله غنعاودها في شوف تي في، يعني كامله قصه حياتي كامله غنعاودها لكم. والحمد لله تعالى، اللهم لك الحمد. دابا انا بديت هذا المشروع هذا البسيط ديالي، دابا انا ما كنطلب حتى شي حاجه، انا كنقولها كنعاودها، ما خصني لا فلوس، ما خصني حتى شي حاجه، انا خصني غير دعموني وتبقاو تعيطوا لي وتبقاو يعني تحفزوني يعني الثقه ديالكم، نعمل فيها الثقه ديالكم الحمد لله، بقا تحفزوني. وهذا اي حاجه، الدواء فارماسيا يعني جميع التوصيلات، كنقدم جميع الخدمات، الدواء فارماسيا، الماكولات، اللباس، الفواتير، الماء والضوء، يعني اي حاجه غتجبروني يعني راه الاشاره ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف، الناس تطوان وداخل وخارج ارض الوطن، الناس اللي كانوا قدموا لي المساعده من طنجه، من دار البيضاء، من جميع المدن، وناس عاودوا في اسبانيا وفي بلجيكا ولي في هولندا، راه ما كيتشوفوا فيا في هذا اللايف ان شاء الله يا ربي. كنشكرهم بزاف. ودابا الحمد لله بديت هذا المشروع هذا المتواضع كما قلت لكم، توصيل الطلبيات، خدمات توصيل ليفريزون. وكنشكركم بزاف بزاف الاخوان. الحمد لله عندي البيرمي ديالي، عندي يعني كلشي الحمد لله، يعني عملت البيرمي ديالي، عملت الحمد لله، عملت كلشي. وكنشكر الناس بزاف، ويعني الحمد لله يعني بالوريقات ديالي ناضي الحمد لله، يعني اصلا ما كانش عندي يعني بيرمي، حتى كنت عملت بزاف فيديوهات عاد باش عملت الوريقات ديالي، عملت بيرمي، عملت بزاف د الحوايج فهمتي. والحمد لله وكنشكر الناس اللي قدموا لي المساعده، انا كنقولها كنعاودها، ونجمع القنوات اللي كانوا حسوا بيا، وعلى راسهم شوف تي في قناه الشعب، يعني متواضعه يعني صراحه الله بدون مقابل، اقسم بالله الاخوان كيعملوا هذا الشيء معايا لله في سبيل الله، اقسم بالله الاخوان صراحه الله اطيب خلق الله، زعما الناس مزيانين طيبين، ولا المدير ديالها ولا مراسل الصحفي كنشكره بزاف وكنحبه، وكنتلاقى مسكين كنتلاقى يعني في الشارع وكذا، كنتلاقى مسكين كيدرعني كيقول الله يسهل عليك، الله يفتح لك بيبان الخير، يعني بدون مقابل صراحه اقسم بالله، ماشي كنقول لكم هادشي يعني في الكاميرا، ابا الكاميرا كنحبكم بزاف وكنبغيكم والله العظيم، راه بحال حنا كاملين اخوان، وغير دعموني بقا عيطوا لي. انا دابا يلاه بديت، ما انا كما قلت لكم تريبورتو ما نجحليش يعني في الخدمه ديالو، ما كنتش كندبر بزاف، ديك شهر كامل كنخدم فيه نهار يومين شهر كامل، وقلت عاود نقلب ندير هذا المشروع هذا المتواضع ديالي. والحمد لله دابا الحمد لله دابا يلاه بديت، والحمد لله عاود نشارك معكم القصه ديالي، باش بقاو عيطوا لي. انا كنخدم 24 ساعه 24 ساعه كنخدم يعني بالليل، اي ساعه غتحتاجوني غتجبروني واجد الحمد لله، كنخدم يعني حتى جوج الليل ثلاثه ساعه غتجبروني الحمد لله واجد. اتصل بي دابا عند واحد البنت مسكينه، قالت لي واش انت واعد الحق في اللايف، قلت له هو انا، يلا اتصلت بيا مسكينه قلت له انا هو عبد الحق، قالت لي تبارك الله عليك وربي يحفظك، قالت لي النمره هي السكرين تاع عندي، يعني ولا كانت شي حاجه غنعيط لك، قلت لها واخا بارك الله فيك، وعطاتني واحد الطاقه اقسم بالله، عطاتني مسكينه واحد الفرحه فرحتني، هي من تطوان، قلت لها دابا الحق نصوروا في مرتين، بحق انا كنسكن في تطوان، دابا انا حاليا في هذا اللايف تلاقيت مراسل صدفه، وقلنا نتوكلوا على الله نعملوا هذا اللايف معكم ونشاركوا حتى حنا القصه ديالنا. وهذا دابا الحمد لله قلنا نشاركوا معكم هذه القصه، الحمد لله المشروع متواضع، والله يحفظكم والله يحفظ الناس خوتي المغاربه، وكنشكر قناه شوف تي في، قناه الشعب،
القناه يعني تبارك الله لي الطوب واصله بزاف. الله يحفظهم يا ربي والله يحفظ خوتي المغاربه كاملين. وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للطوب. انا متطوان يعني مارتين مضيق اي مطار تجبروا ان شاء الله راه الاشاره ديالكم.